السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنبدأ إن شاء الله الترم الثاني أحياء، مادة الأحياء. نبدأ بإذن الله. عندي الفصل الأول، هنبدأ مباشرة إن شاء الله مادة الأحياء. الفصل الأول بيتكلم عن الكروموسومات. بداية على أساس نمشي بالترتيب إن شاء الله علشان نبدأ صح. الكروموسومات والمعلومات الوراثية، نبدأ خطوة خطوة كده. الدرس الأول، الدرس رقم واحد بيتكلم عن الكروموسومات بصفة عامة، وعايزين نشرحها بشيء من التفصيل كده شوية خلاص، وبقدر الإمكان إيه نمشي بترتيب المعلومات. يعني كنت عايز أبدأ معاكم مسائل الوراثة النهاردة، بس إن نمشي بالترتيب أحسن إن شاء الله. الكروموسومات والنظرية الكروموسومية، ساتن وبافري الاتنين العلماء دول قاموا بوضع نظرية الكروموسومات. الكروموسومات أساسا أولا خدناها قبل كده عبارة عن اتنين كروماتيد، ده كروماتيد وده كروماتيد اخر، وبينهم نقطة اسمها ايه؟ سنترومير. يبقى اول معلومة عرفها النهاردة ان الكروموسوم اولا فيه هنا تتابع من النيوكليوتيدات اللي احنا بنسميها الجين. نمشي كده بالترتيب عشان ايه مفيش معلومة تروح مننا. خدنا السنة اللي فاتت في تالتة اعدادي نقول يا مستر مش فاكرين اسمنا اسمه ايه ولا فاكرين حاجة، ماشي هبدأ معاكم من تحت الصفر مش من الصفر. في عندي هنا كروماتيد وبالراحة خالص كده، وهنا ايه كروماتيد، بينهم نقطة اسمها ايه سنترومير، يبقى انا اول ما اتكلم على الكروموسوم هقول الكلمتين دول. طب مكانه فين؟ مكانه في قلب النواة زي ما احنا عارفين. النواة، خلية نباتية او حيوانية. اي نواة فيها كروموسومات، نواة خلاص. يبقى دي النواة هي مشاور عليها من بره هي، ده الغشاء الخارجي اللي احنا بنقول عليه الغشاء الخارجي بتاع النواة اسمه غشاء ايه؟ نووي، غشاء نووي. طب اللي انا مشور عليه ده اسمه الغشاء، ودي كلها على بعضها اسمها ايه؟ النواة. طب الكروموسومات في كل نواة خلية 46 كروموسوم زي اللي انا رسم، ولكن قلنا العلماء اتفقوا ان احنا بنمثلها في الانقسامات وخلافه خلاص، ان هي بتبقى ايه اثناء الانقسام الميتوزي او الميوزي بيبقى عندي فيه اربع كروموسومات في قلب النواة. يعني العلماء في اتفاق بينهم والاطباء، لان ده علم بيولوجي داخل في الطب، يبقى فيه اربع كروموسومات عشان نقدر نقول اتنين كروموسوم. يبقى الوقت هنا اتنين ان، يبقى ده اتنين نون او تو ان او نون صبغي، اتنين نون صبغي. نركز كده في الالفاظ اللي بقولها. هنا 46 كروموسوم في خلايا جسم الإنسان كلها، حتى الخلايا التناسلية عشان الناس تفهم، لأن في ناس بتلخبط الدنيا في تالت إعدادي وبنطلع أولى سنة ومش عارفين حاجة. الكروموسومات دهيت عددها ثابت في كل خلايا جسم الإنسان، حتى المبيض حتى الخصية في جسم الإنسان الذكر والأنثى فيها 46 كروموسوم من هذا الشكل اللي قدام. الكروموسوم اللي قدام ده لازم نعرف عنه شوية معلومات قبل ما نشوف الصور اللي معمولة في الكتاب، لان لازم نعرف شكل الصور اللي موجودة عندنا في الكتاب خلاص. اولا 46 كروموسوم قدام شكلي اهو، قدامها هيات في قلب النواة. طب وبعدين عاوز اعرف ايه هنا؟ الكروموسوم اساسا بيتكون في ليه تركيبتين، تركيب تشريحي، اللي قدامي، فين؟ اتنين كروماتيد بينهم نقطة اسمها سنترومير. طب في حاجة اسمها سنتروسوم، سنتروسوم، وده سألنا فيها في الترم الأول، في سنترومير وفي سنتروسوم وفي سنتريول، ودي كانت أسئلة موجودة في البوكلت وحلناها مع بعض على اليوتيوب. تشريحي أو تركيبي قلنا يتكون من اتنين كروماتيد، كروموسوم الواحد بينهم نقطة اسمها ايه؟ سنترومير. طيب ده أول معلومة. المعلومة التانية كيميائيا، ودي خدناها برضو السنة اللي فاتت ومكررة علينا السنة دي. كيميائيا يتركب من دي ان ايه وبروتين، وقلنا في الترم الاول البروتين ده اسمه بروتين ايه؟ هيستوني، بروتونات هيستونية
هيستوني. يبقى البروتينات الهستونية موجودة فين؟ مع الدي ان ايه في تركيب الكروموسوم، في قلب النواة، داخل نواة الايه؟ الخلية. اتفقنا على هذا الكلام. طيب في حاجة اسمها الطرز الكروموسومي، الطرز الكروموسومي ده نعرفه زي اسمنا لان في اسئلة عليها كتير. ايه هو الطرز الكروموسومي؟ خلاص احيانا بنسميه كاريو تايب. كاريو تايب بتتكتب بالعربي بس انا ما بستظرفهاش ان اكتبها بالعربي، كاريو تايب. ولكن لو اتقالت كاريو تايب بالعربي معلش احنا في بعض حاجات بنغمض عليها كده بس ايه بنعديها خلاص، لان الترجمة الحرفية للانجليش غلط. يعني كان زمان اللي يكتب مثلا ايد كده بالانجليش ويكتبها بالعربي كان يعني بيبقى فيه حساب عسير. احنا نتعلم اللغة صح عشان ايه ما نبوظش الدنيا. الطرز الكروموسومي عربي كاريو تايب انجليش، ما اكتبش بقى كاريو طيب كده واقول معلش يا مستر مشيه، لا ما تمشيش. الطرز الكروموسومي بنقول ترتيب، ترتيب الكروموسومات، الكروموسومات تنازليا، تنازليا حسب حجمها اولا، ما بكتبش اولا ده لنفسنا، حسب حجمها ثم ترقيمها، ثم ترقيمها. ترتيب الكروموسومات تنازليا حسب حجمها ثم ايه ترقم. يبقى ده مهمة في التعريف. ده تعريف مين؟ الطرز الكروموسومي. يبقى الطرز الكروموسومي ترتيب الكروموسومات تنازليا حسب حجمها ثم ايه ترقم. ده تعريف الكروموسوم. ده بتختلف؟ اه تختلف، وهنشوف هذا الكلام. خلاص نشوف الالوان والكلام اللي هم عاملينه. المعلومات بقى اللي عايز اعرفها ان الذكر والأنثى الاثنين فيهم 46 كروموسوم، وهنا 46 ايه كروموسوم، 46 كروموسوم و 46 ايه كروموسوم. طب وبعدين عايزين نقول ايه؟ بين قوسين كده 23 زوج، هنا 23 ايه زوج. اتفقنا في جميع خلايا جسمنا حتى التناسلية، عشان في ناس بتتلخبط لما نيجي ناحية التناسلية او الخلايا الجنسية بنتلخبط، بنقول اه لا ده اقل من 46، لا ده فيه زوج بس جنسي، ده كلام تاني خالص ملوش علاقة بالموضوع ده خالص. يبقى 46 كروموسوم في جميع الخلايا، بأكد عليها تانية اهو. طيب وبعدين؟ يبقى احنا دلوقتي قلنا الكروموسومات في الذكر 46 كروموسوم يعني 23 زوج، الانثى 46 كروموسوم يعني 23 ايه زوج. ادي معلومة. المعلومة التانية اللي احنا عايزين نأكد عليها ونركز عليها شوية، الذكر والانثى في طبعا الكروموسومات دي تفصيليا بقى لما نتكلم عنها هنتكلم عن ايه. ما زلنا ده ذكر اهو وده ايه انثى، في ذكر وايه وانثى. يبقى انا عندي هنا كروموسومات في الذكر، كروموسومات في ايه في الانثى. اللي انا عايز اكتبه دلوقتي 46 كروموسوم اهو، اتفقنا؟ معلومة عايز اوصلها بس عشان تثبت في دماغنا، وهنا 46 ايه كروموسوم. تبقى ايه الفرق بقى؟ الفرق في الكروموسوم الجنس. يعني ايه كروموسوم جنس بقى؟ في الذكر في 44 كروموسوم بنسميه جسدي، جسدي ها، واتنين كروموسوم ايه جنسي. يعني ايه جنسي؟ في الذكر بقى اكس وواي، ونشوف شكلها الوقت في الكتاب زي ما قلنا، لان احيانا بيجيبوا في البوكلت اشكال ويقول لي اعرف لي الخلية دي جسدية لذكر او خلية جسدية لانثى او خلية لحيوان منوي او خلية لايه لبويضة. يبقى نركز بقى كده، يبقى الكروموسومات هنا مختلفة في الذكر عن الانثى. خلاص يبقى هنا 44 ايه كروموسوم جسدي برضو في الانثى اه، واتنين كروموسوم ايه جنسي، جنسي شكله ايه هنا بقى اكس اكس. اذا هنا متماثل. يعني ايه متماثل؟ شكل بعضه. هنا مختلف. وهنا هنيجي للسؤال المهم، من المسؤول عن تحديد الجنس بعد ربنا؟ طبعا الذكر. لماذا؟ لان الذكر عنده اكس واي، الانثى عندها اكس اكس بس. يبقى في الحالة دهيت المسؤول بعد ربنا، وبعد ربنا دي تحتها مليون ألف خط،
يبقى اكس واي. اكس واي يعني لو جه قال لي سؤال كده، من المسؤول عن تحديد الجنس مع ذكر مثال؟ يعني ممكن اقول مسألة وراثة. اقول مسألة وراثة، ما احنا خدنا وراثة في تالتة اعدادي، يعني عارفين معلش ان في ذكر مثلا، اهو ده ذكر وده ايه انثى، عايزين نشوف مين المسؤول عن تحديد الجنس. نشوف كده الذكر 46 كروموسوم، 46 كروموسوم زي الانثى بالظبط زي ما كتبنا فوق، هنا 46 كروموسوم. طب وبعدين تعالوا بقى نبص هنا، هنا بيرنس الاباء، طب الامشاج هتختلف بقى، يعني ايه؟ يعني هقول 22 زائد اكس بقى 23. ما هو ده المشيج، بقى حيوان منوي قدامي اهو، حيوان منوي. طب هنا 22 زائد واي، نركز كده، ده المشيج التاني. طب ما نجمع كده 22 و22 44 زي ما قلنا فوق. طب الجنسي، ها اكس زائد واي زي ما قلنا فوق. طيب الانثى، هنا 22 زائد اكس، وهنا 22 زائد ايه اكس. ملاحظين ان البويضه، ما هو ده مشيج خلاص، وكلمه المشيج يعني في نص الماده الوراثيه، هنا جاميتس او الجاميتات. طب نبص بقى كده زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال، اذا سبق ماء الرجل ماء الانثى كان الذكر، اذا سبق ماء الانثى ماء الرجل كان الانثى او كانت الانثى. الكلام ده من 1400 سنة وأكتر خلاص، يبقى ده ذكر أهو ودي أنثى، الأنثى المشيك بتاعها كده أهو خلاص. يبقى الوقت هنا لو ربنا نشط الحيوان المنوي اللي الرمز بتاعه إكس خلاص، هيتحد مع مين أو يندمج مع بويضة، الاتنين شكل بعض، يبقى كانت الأنثى، لأن ربنا نشط الايه الحيوان المنوي اللي واخد علامة اكس او الكروموسوم فيه ايه اكس، يبقى 44 زائد ايه اكس اكس كانت الانثى، ادي الانثى. طيب نبص على التانية بقى، هنا لو اتحد او ربنا نشط 22 زائد واي، نشط الواي وابطل مفعول الاكس في الحيوان المنوي كان الذكر، يبقى الوقت هنا اهو 44 زائد ايه اكس واي، هو ده الناتج اللي طالع. يبقى الوقت بيرنس جاميتس فاميلي، العيلة اللي طلع، يبقى فاميلي أو الجيل الناتج. نبص كده نفهم بقدر الإمكان على قد ما نقدر. يبقى من المسؤول عن تحديد الجنس بعد ربنا في قلبه في سري مع ذكر إيه مثال خلاص، كان الذكر عند 22 زائد إكس 22 زائد واي، ما هي دية الجينات بتاعته أو الجاميتات أو الأمشاج، هنا 22 زائد إكس و22 زائد إكس. ان ربنا نشط الحيوان المنوي اللي هو اكس، بقولها تاني بسرعه، هيت ها نشط الاكس وابطل مفعول مين الواي، يبقى طلع انثى، ظهر انثى. لو ربنا نشط الواي واوقف مفعول الاكس في الحيوان المنوي، يبقى كانت الايه كان الذكر خلاص، يبقى ده مثال بسيط. نيجي نشوف ساتون وبوفري عمل ايه. ساتون وبوفري اتنين علماء قاموا بوضع أسس النظرية الكروموسومية أو أسس النظرية الكروموسومية. عملوا إيه؟ قالوا كلام من اللي مكتوب عندنا ده، يعني إيه؟ يعني رقم واحد بيقول لي الكروموسومات في الخلايا الجسدية في شكل أزواج، يبقى الخلايا في جسمنا كله، الخلايا خلاص الجسدية تحتوي على كروموسومات في صورة أزواج. صورة إيه؟ أزواج. يعني إيه أزواج؟ يعني 46 كروموسوم بتساوي 23 إيه زوج من الكروموسومات. طب دي معلومة مهمة. طب رقم 2، الخلايا الجنسية أو الأمشاج، الخلايا الجنسية بين قوسين اللي احنا بنقول عليها الامشاج مش المناسل، المناسل هي خلية في جسمنا يعني فيها 46 كروموسوم، وعايزين برضو بركز لكم على دي 3-4 مرات، امشاج غير الخلايا المناسل، المناسل خلاص. يبقى الامشاج عندي بها زوج من الكروموسومات، بها كروموسوم
كروموسوم خلاص، يعني نص المادة الوراثية، نص المادة الوراثية، نص المادة الوراثية. يعني ايه نص المادة الوراثية؟ يعني هنا الخلايا او الامشاج فيها 23 كروموسوم، ما فيهاش 23 زوج من الكروموسومات. رقم 3، يسلك كل كروموسوم، يسلك كل زوج من الكروموسومات سلوكا مستقلا، سلوكا مستقلا عند انتقاله للأمشاج، عند انتقاله للأمشاج. ولذلك بيجي التنوع اللي احنا عارفينه وخدناه في تلت اعدادي. ده برقم 4، عند الإخصاب يحدث ازدواج مرة أخرى، عند الإخصاب، عند الإخصاب خلاص ايه اللي بيحصل؟ بنقول يصبح العدد الزوجي او يتم إعادة العدد الزوجي للكروموسومات. ليه؟ لان في جالي 23 كروموسوم من مشيج مذكر، العلامة بتاعته هي زي ما عملتها لكم في المسألة، و23 كروموسوم مؤنث بالمنظر ده. اذا حصل ازدواج تاني، بقى 46 ايه كروموسوم. الجينات موجودة على الكروموسومات، والكروموسوم الواحد قد يحمل مئات، بل مئات المئات، قد يحمل ملايين من الايه الجينات الكروموسوم الواحد. احنا واحنا بنرسم الكروموسوم قلنا ايه؟ الكروموسوم ده عليه جينات تتبع من النيوكليوتيدات، يبقى الكروموسوم ده هو عليه عدد كبير جدا 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 من ايه الجينات. ناخد بالنا، دي مقدمة صغيرة. ان شاء الله الحلقة القادمة نبدأ نشوف شكل الكروموسومات في الخلية المذكرة، في الخلية المؤنثة، في الحيوان المنوي، في الايه البويضة، نشوفها ونحل شوية اسئلة باذن الله عليها. بس احنا عايزين ايه نراجع الكلام ده، هو كلام سهل جدا، ويهمني النظرية دهية. العالمان اسمهم ساتون، ساتون وبوفري، ساتون وبوفري. يبقى ساتون وبوفري لان في علماء كتير برضو عندنا في الترم الثاني. ساتون وبوفري الاثنين دول اسسوا النظرية الايه الكروموسومية، وده طبعا ناخد بالنا منها لانها مهمة. نقولها تاني بسرعة، ان الخلايا الجسدية تحتوي على الكروموسومات في شكل ازواج. شكل ازواج يعني ايه؟ 46 كروموسوم، ها في 23 ايه زوج من الكروموسومات. الخلايا الجنسية اللي احنا بنسميها الامشاج وليست المناسل، لان المناسل فيها ازواج من الكروموسومات. يبقى هنا الامشاج ها بها كروموسومات فردية، فردية يعني ايه فردية؟ مش في ايه ازواج، لان فيها نص المادة الايه الوراثية. يسلك كل زوج من الكروموسومات سلوكا مستقلا عند انتقاله الايه للامشاج مع نفسه كده. يبقى كل الكروموسوم بما يحمله من جينات، لان في مئات بل مئات الالوف من الجينات اللي هو التتابع من ايه من نيوكليوتيدات. دي اسس النظرية الكروموسومية للعالمان ساتون وايه وبوفري، وبركز لكم عليها عشان برضو نفهمها ونحفظها كده من اول حصة او اول حلقة ان شاء الله. بعد عملية الاخصاب يتم اعادة العدد الزوجي مرة اخرى، يعني بيبقى 23 ايه زوج. ده كان اخر حاجة النهاردة ان شاء الله، عشان نبدأ بالتتابع كده، نمشي خطوة خطوة، نبدأ نشوف الكروموسومات، نشوف الجين، وطبعا قلت تعرفه كذا مرة النهاردة، تتابع من ايه من النيوكليوتيدات على جزء ايه او في جزء الدي ان ايه، يمثل شفرة لبروتين. البروتين ده هو اللي بيبقى مسؤول بعد ربنا عن ظهور صفة معينة في الكائن الايه الحي، والكلام ده هنقوله ان شاء الله مع الرسومات اللي هنشوفها باذن الله من كتاب، لان لازم اعرف، لان الحاجات ده هي احيانا بيجيبوها المطبوعة في البوكلت، فلازم نشوف الشكل ده باذن الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وطبعا نحاول نشترك عشان يوصل لنا كل جديد، لان ان شاء الله يوم ويوم كده هنلاقي حلقة احياء، حلقة كيمياء، حلقة فيزياء في اولى ثانوي باذن الله، وتانية ثانوي هنبدأ معاها الاسبوع القادم ان شاء الله. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.